قال ابن شوذب كان مسلم، شوف عن الصلاة إذا نرجع لها، كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في الصلاة، بده يصلي ركعتين لوجه الله، بده يصلي السنة، بده يصلي، فبخاطب مين؟ زوجته وأولاده الجالسين، شو بده يخاطبهم؟ شو بتتوقع يخاطبهم؟ شو يحكي لهم؟ ماذا تتوقع أن يخاطبهم؟ انظر، قال تحدثوا، يعني خذوا راحتكم في إيش؟ في الكلام، تحدثوا فلست أسمع حديثكم، فلست أسمع حديثكم. ليه؟ لأني خلص أنا دخلت في الصلاة، كل اللي حوالي هذا إيش؟ مش داري عنه، بزي الأيام ها يا شيخ، الأولاد ورد ضحك وراه، يا شيخ الهواية أزعجتنا مش عارفين نصلي، يا شيخ إلا أبصر الباب انفتح أزعج شيخ. الله أعان الله الأئمة في هذا الزمان، أئمة المساجد اللي ما عنده شغلانة بيشتغل في مين؟ في إمام المسجد، اتقاعد، ما هو الآن أجا يشتغل في مين؟ في إمام المسجد وفي مؤذن المسجد، شو وراء؟ يا إمام طولت، يا إمام قصرت، يا إمام صوتك مش حلو، يا إمام صوتك حلو، يا إمام طول، يا إمام قصر، تفضل إمام تفضل، يلا بدك نم مدالك، تفضل إمام تفضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طب لما يقول لأهله؟ إذن في سببين، السبب الأول يقول لأهله تحدثوا فإني لا أدري عما تتكلمون، خلاص دخلت في الصلاة. طيب شو بتستنبط إشي ثاني؟ لا اثنين، اثنين، نعم، لا يضيق على أهل بيته، لا يضيق على أهل بيته إنه أنا وأنا بصلي، لأنه هذا دخل في الصلاة شو ماله؟ بده أقل شي ساعة، قالوا ساكتين ساعة ومن يتكلم. ثلاث، أن بيته كان صغيرا، كان قال لهم روحوا قعدوا في غرفة ثانية، ما احنا عندنا أربع غرف ومنافعهن، ما عندهم إلا إيش؟ هالغرفة. وبتيجي بنت الحلال في هالزمان بيقول أنا بدي بيت شرعي عشان أتجوز، بيت الشرعي غرفة ومنافعهن، هذا البيت الشرعي، هذا هو البيت الشرعي، غرفة ومنافعها، مكان تنامي فيه وتطبخي وبيت خلا وتتحمم، انتهى، هذا هو البيت الشرعي. أما لا بديش أربع غرف ومنافعهن، غرفة للنوم، غرفة للأولاد، غرفة للبنات، غرفة للضيوف، غرفة إذا ساعة أربعة ما خلصش عندنا كمان، غرفة للأكل، غرفة للألعاب. من وين نجيب لك قصر؟ إحنا بدنا نبني قصر عشان نتجوزك، ومين حضرتك؟ مليح إذا لقيت حدا يأخذك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنبهوا إخواني في الله، إذن هذا حالهم، إذا دخل في الصلاة تكلم، خذ راحتك، لا يعرف شيئا عن الخارج. طيب شوف، شوف القصة اللي بعدها. وروي أنه وقع حريق في داره، شو صار في بيته؟ حريق، والحمد لله هذا الحريق ما وصل مسلم بن يسار، فشو أطفئ، وقع حريق في بيته وإيش؟ وأطفئ. فلما ذكر ذلك له بعد ما خلص الصلاة قالوا له أنت شفت الحريق؟ قال إنه حريقة، الحريق اللي في دارك وحركة الدار عندك وطفناها، والله ما انتبهت. إيه ما انتبهش ليه؟ لأنه في الصلاة.
فلما ذكر ذلك له قال ما شعرت. انت اذا طفت الكهرباء عليك وانت بتصلي هالركعتين اللي هن 3 دقائق اسرع من لمح العين، ما عرفت اصلي يا زلمه، فيش مروحه، فيش مكيف، انخنقت. كيف لو ولعنا نار جنبك راح تطلب الدفاع المدني وانت بتصلي؟ راح تطلع. طيب هاي القدوة بتحكي عن حالك سلفي؟ تشوفك وين السلفية بتاعتك هاي. بس سلفي هيك بالكلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.